تعاني ناحية ربيعة غربي محافظة نينوى منذ سنوات من سوء الخدمات الأساسية في قطاعات الماء والكهرباء والصحة. والله عندنا نقص خدمات. اي نعم عندنا نقص خدمات، خاصة شغلة الماء، يعني عندنا نقص حيل، يعني نقص حاد شغلة الماء. نعم ماكو مشاريع رأي لكم؟ والله لحد الآن ما بدر أي مشروع. إضافة لذلك تعاني الناحية من أزمة كبيرة في الطرق الأساسية والجسور التي تخدم أبناء الناحية في تنقلاتهم من وإلى ناحيتهم، فأغلبها مدمر والأخريات غير صالحة للاستخدام. فطريقنا هذا صار له تقريبا أكثر من سنتين ونص، وإحنا صراحة يعني صار لنا سنة ونص من جينا على زمار وشفنا هذا التحويلة واللي بهدلتنا هذه التحويلة زين، وصار بها حوادث كثيرة وصار بها مشاكل كثيرة يعني حيل، واحنا نطالب طبعا يعني اكثر شيء انه هذا بس الطريقه، اهم شيء هذه التحويله، هذا اكثر شيء سبب طريق الموصل. بالضبط هذا الجسر يعني هو اللي متعبنا وهو اللي مدمرنا. ويعيش سكان الناحيه في حاله قلق دائمه بسبب عدم توفر الطرق الجيده التي ربما تلزمهم في حالات الطوارئ التي يرجون ان لا يواجهوها ما دامت بنيه المواصلات والطرق في ناحيتهم على هذه الحال. هذا طريق رئيسي رابط بين أقضية ونواحي زمار ربيعة قرى كثيرة، وتعرف عندنا ماكو لا يعني خدمات المنطقة مثل مستشفى شيء حالة طارئة، يعني هذا الطريق رئيسي وتنعاني منه حيل حيل بفترة الشتاء يعني، وصارت حوادث بي. وإلى أن تسمع الجهات الحكومية التي يفترض بها معالجة أزمة ناحية ربيعة في بنية القطاعات الخدمية منذ سنوات، يبقى التعب رفيق درب أهل الناحية الذين سئموا وملوا تفشي التقصير الحكومي في ناحيتهم وفي الكثير من مناطق العراق.